شكرا. في الحقيقة كنت أتمنى أن يكون هذا السؤال يعني في يجي في كنتيجة لعدم استغلال العقار، ولكن معلش نسبقوا، لأنه طالب الاستثمار أولا حتى يستفيد من العقار الصناعي من أجل تجسيد مشروعه تتوفر، يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط، وهناك شروط شكلية تتمثل في ملف، في دراسة التهيئة، في دراسة الجدوى من هذا المشروع، في عدد المناصب التي يمكن إنشاؤها، في النشاط الذي يمارس فوق هذه القطعة. و يعني طبقا للسؤال تاعك، قد يكون هذا المستثمر لا يحترم يعني الملف او الشروط التي تقدم بها من اجل الاستفاده من هذا الاستثمار. في الحقيقه المشرع ما غفلش، سواء في النصوص القانونيه، النص القانون المتعلق في 0804 او في قانون الاستثمار الجديد، اشار الى امكانيه سحب الاستفاده. اولا يعني يمكن للجنه الاستثمار على مستوى الولايه ان تسحب من هذا المستثمر الاستفاده في حالات، من بين الحالات التي تسحب منه الاستفاده من العقار الصناعي مثلا عدم انجاز المشروع في مده معينه. احد الأسباب التي تجعل من يعني من الوالي أو من لجنة الاستثمار أو من الوكالة الوطنية للاستثمار أن تسحب الاستفادة وتسحب قرار الامتياز. مثلا أن الإنجاز المشروع كان من أجل إنجاز معمل مثلا المشروبات، ثم أن المستثمر يحوله إلى إنجاز مصنع للبلاستيك مثلا، هنا الوجهة التي من أجلها تمت الاستفادة من العقار الصناعي من طرف هذا المستفيد ليست نفس الوجهة التي تمت من أجلها الاستفادة، وبالتالي يسحب منه عقد الامتياز.